ترى الخبر البداية كالعادة بتكون من عند أخبار نادي الزمالك ومن عند المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي تقدم بالتهنئة لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي العظيم على الإنجاز الكبير والمشرف اللي حققه منتخب المغرب بعد الفوز على أسبانيا والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي بيصل للمرحلة ديت في تاريخ المونديال. أكيد متمنين كمان ليهم دوام التوفيق فيما هو قادم. طبعا زي ما احنا عارفين اسود الاطلس تاهلوا لربع نهائي مونديال قطر بعد الفوز على اسبانيا بركلات الترجيح في ثمن نهائي، واللي كان طبعا بطلها الاول حارسنا الامين ياسين بونو. بكل تاكيد فرحه اكيد كبيره جدا وتهنئه مهمه اكيد من رئيس نادي الزمالك سياده المستشار مرتضى منصور. قلنا ان احنا عندنا مباراة النهاردة مهمة جدا امام طلائع الجيش، خلونا نتكلم شوية عن استعدادات الزمالك لهذه المباراة. الجهاز الفني للفريق بقيادة ماستر فيريرا اعلن عن قائمة الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش والمقرر ليها النهاردة يوم الاربع باستاد الكلية الحربية في اطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة المصري مسابقة الدوري المصري الممتاز. القائمة ضمت كل من في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، خط الدفاع عمر جابر، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري وحمزه المثلوثي ومحمد طارق، احمد فتوح وكمان عبد الله جمعه. خط الوسط هيكون فيه عمرو السيسي، محمد اشرف رؤى، امام عاشور، يوسف ابراهيم اوباما، سيف جعفر، سيد عبد الله نمار، مصطفى شلبي، احمد مصطفى زيزو. خط الهجوم سامسون اكينيولا، يوسف اسامه نبيه وكمان يوسف حسن. نروح للمستبعدين كمان من قائمه الزمالك لمواجهه طلائع الجيش النهارده. هيغيب ثنائي الحراس الشاب السيد عطيه وكمان محمد نديم لوجهه نظر فنيه من الجهاز الفني، اما كابتن محمد عبد الشافي فهيغيب بسبب خضوعه للمرحله الثانيه من البرنامج التاهيلي الخاص بيه نظرا لمعاناته من الاصابه في الركبه في الفترة اللي فاتت. إبراهيم نداي هيوصل البرنامج العلاجي للإصابة في العضلة الخلفية، وكمان جه استبعاد المغربي زكريا الوردي لأسباب فنية وأسباب كمان طبية، أما القائد شيكابالا فجه استبعاده لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، حيث فضل طبعا الجهاز الفني منحه مزيد من الوقت عشان يؤدي تدريبات فنية خاصة تحت إشراف أندري فالب سوزا مدرب الأحمال. كلنا ثقة في الموجودين النهاردة إن شاء الله يكونوا قد المسؤولية ويعيدوا للزمالك سلسلة الانتصارات مرة أخرى. نروح لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق واللي تم استبعاده من قائمة مباراة النهاردة أمام طلائع الجيش على الرغم من تعافيه من الإصابة اللي لحقت بيه في الركبة في بداية الموسم مع منتخب مصر. الجهاز الفني للفريق أكد أن دونجا تم استبعاده لعدم جاهزيته الفنية رغم تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية، وفضل أن هو يستنى ويدخل خلال الفترة اللي جاية عشان يظهر طبعا بالشكل الفني والجاهزية الكاملة. امبارح كمان كان في جلسه مهمه لمستر فيريرا المدير الفني للفريق مع اللاعبين، والجلسه دي كانت داخل فندق المعسكر المغلق بالقاهره. اتكلم معاهم الحقيقه في حاجات كتير جدا. فيريرا قال للعيبه انه ما فيش اي مجال لخساره اي نقاط في سباق الدوري في الفتره اللي جايه، طالبهم كمان بضروره حصد نقاط المباراه الثلاثه النهارده امام طلائع الجيش، وكمان طالب اللعيبه بالتركيز وبالضغط منذ بدايه اللقاء على المنافس واستغلال كل الفرص المتاحه، كمان طلب منهم تنفيذ كل التعليمات الفنيه بكل دقه، واكد لهم على ثقته التامه في الجميع وفي جميع العناصر المتواجده في القائمه في تنفيذ المطلوب منها. طبعا بروفيسور فيريرا اكيد معنوياته عاليه جدا دلوقتي بعد ما البرتغال يعني افترست سويسرا امبارح بنص دستة اهداف وتأهلت كمان لربع نهائي كأس العالم، بس يعني معلش بقى مستر فيريرا احنا كزملكاويه كلنا اكيد هنشجع المغرب في المباراه اللي جايه دي وان شاء الله اكيد هم اللي يكسبوا، يعني الواحد بيبقى صعب عليه شويه يعني محبي كريستيانو رونالدو ومحبي البرتغال الموقف هيكون صعب عليهم، لكن في الاخر الوطن العربي الوحده العربيه اشقائنا المغاربه اكيد هم اللي هيكون ليهم النصيب الاكبر في قلبنا في التشجيع.
لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز النهارده يوم الأربعاء. اللقاء ده هيديره كابتن أحمد الغندور حكما للساحة، بيعاونوا كل من كابتن أسامة السيد وهشام طلب، وكمان كحكم رابع كابتن محمد العتباتي، وهتواجد طارق مجدي كحكم للفار. كمان هيكون معاهم كابتن هاني العراقي كمساعد لحكم الفار.